من تحت قدميك لنا الجنان، عندما تضحكي تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا، نحس في الحال. مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أحبكم. ربي يستر يا جماعة. أول شيء صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. يا جماعة اليوم عيد الأم. اليوم عيد الأم. أنت الأمان، أنت الحنان. اوكي، تحت قدميك لنا الجنان. ربي يستر يا جماعة. هذيك السنة كمان صورناه، وهالسنة كمان راح نصور لعيد الأم. طبعا يا جماعة أول شيء بتم الفيديو ذكرى، كل سنة عن سنة بنطلع الفيديو مثلا شلون كان، شلون الاحتفال الأبل، شلون الاحتفال، شلون كذا، وبنفس الوقت شيء حلو. ايه تماما. وهي المناسبة أنا تمام راح أغني للأمي غنية، بتمنى هيك تصل للأمي ولكل الأمهات. تمام. لا إله إلا الله. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان، عندما تضحكي تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا، نحس في الحنان. شكرا ماما، ربي يسعدكم. اوكي، شكرا كثير على اداء الاغنيه، متشكر كثير. المهم هلا رح نورجيكم شو التحضيرات اللي حضرناها لعيد الام. نعم. طبعا مو نحن تقريبا اغلب التحضيرات اللي حضروها كانت اخواتي البنات، يعني بصراحه كان عندنا كثير شغل. متشكر على وجهك، شكرا كثير لهم، يعني هن اللي ظبطوا يعني الامور. اوكي، ربي يسعدكم، خلينا نورجيكم شو حضرنا. تيما ولولو بيركين، طلعوا شوفوا جاون، ترى اقسم بالله بتحسوه هيك مزعوجين انه ايش هدول عم يساووا. طلع 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 يا فلوسي، طلعوا انتوا تيمو هداك هيك شيء ما عاجبه. طلع هنيك الكاميرا تيمو الكلب. اوكي لولو، لولو لولو، طلع لولو مزعوجه شلون دايره وشي لولو. انا عن ابوك. اوكي، ربي يسعدكم، تحضيرات عيد الأم، خلينا نعمل لها هيك. اوكي منبلش. حمودي انت بس كي كي. طب بدك تاكل؟ لا تاكل بصوت يعني جاي. اوكي اوكي نرجع معي. يلا 1 2 3. هذا وطبعا هون نحن بنساوي طبخ كمان مشان ايش، لاني بعيد الامه بفطرونا. اوكي بعيد الامه بنفطر. بس انا بصراحه حبيت السفر كثير. حموده بس بعيد عن السفره انت. اوكي هذا بس اخوي محمد خذوه بس تاع بس شهر سفره دينا او يردين زع. طبعا يا جماعه مثل ما انتم شايفين هون الهدايا، هلا اقسم بالله بتصدقوا انه ما بعرف انا وهي هديتي، ما بعرف انا بعرف انا وهديتي. كذاب انت، انت هلا عرفت انه في هدايا، انا دافع حق هديته والله العظيم. انت بتدافع شيء؟ سلام عليك، ما له خبر. انت برا البيت مسافر، بيتفاجئوني. اوكي هاي الهدايا وهاي الصفرة، هلا خلينا ناخذها هيك على عتمه. ربي يسعدك.
اوكي يا جماعه قوم 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 خلاص خلصنا. اوكي طبعا ربي يسعدكم. هي هي الصبرة يا جماعه. اقسم بالله من لما يعني عدت علينا اوقات احيانا ما يكون في معنى يعني ما في يعني سيوله معنا، فانه عيد الام عنا يا مقدس، فكنا نصمد قبل بشهر لحتى نساوي عيد الام. انا من عشاق شيء اسمه عيد الام. حمودي انت مبين علي. ربي يسكر يا جماعه. طبعا اول شيء بحب اعيد على كل الامهات، بحب اقول لهم كل عام وانتم بالف خير، كل سنه وانتم سالمين ان شاء الله هيك يا رب، كل سنه وتضلوا توج على راس على روسنا. وبحب اقول لامي كل عام وانتي بالف خير، كل سنه وانتي سالمه وان شاء الله تضلي فوق راسنا وتاج على راسنا وما يحرمنا لا من حنانك ولا منك ولا من اي شيء فيك. بنترحم لكل بني ادم فقد امه، تمام؟ بنترحم على امه طبعا، الله يرحمها ويجعل مواها الجنه بجاه محمد، واللي موجوده امه بس ما بيعرف قيمتها. بتمنى هيك بس يعرف شغله انه لما امك ترضى عليك الدنيا بترضى عليك. فربي يسعدكم. يعني الله لازم بدل بهي العيد تبع عيد الام، تمام، تروح تبوس ايديها واجريها. طبعا مش مين كنت مساوي وش قد ما كنت مغضوب، تمام، الله يجعلنا من المغضوبين. طبعا راح مستحيل ما تحن. وفي شيء مثلا عيد الام يمكن ما موجود هو بالدين او كذا او يعني، بس نحن هذا العيد الوحيد اللي بنعترف فيه. مثلا انا عيد ميلادي بحياتي ما اعترفت فيه، تمام، وما بحب حدا يساوي لي. والله العظيم هذا عيد ميلاد اللي عدى انا قلت له لك الرفاضي، قلت له اللي بسوي لي عيد ميلاد يعتبر حاله. طبعا ما سوينا له عيد الميلاد يعني، ما شفتوا انتوا شلون سوينا، ما سووا لي عيد، سووا مقلب فيه مقلب. اوكي، فعيد ميلاد ابدا ما بنساوي نهائيا ولا ما بنعترف يعني كثير شغلات. اما عيد الام هو عندنا اياه مقدس لانه من صغرنا متعودين عليه، وهيك بتحسوا انه بتساوي جو بالبيت كله، عرفتوا علي؟ فربي يسعدكم والله العظيم. دوت له ما من جوا هيك عصبت هلا انا. اوكي، فانه اوكي احبكم كثير وبس. صراحه انا يعني بعطيكم بس لانه بحب كثير عيد الام والله. والله بحب عيد الام لاني بحب امي كثير. خربط صار يطلع الاكل بدل ما يطلع امه. المهم الله العالم بفكرك فجعان، ما انت فجعان يعني، عرفت علي؟ بفكرك فجعان اكل بحياتك، ما لك شيء اكل. مو الفكره هيك، الفكره انه ما لنا فطرانين بس. وغيرك انه يعني شيلكم عن كل شيء، انه انا بحب انور نور، عرفت علي شلون؟ انه حاسس طالع صوت، بحب انور نور، عرفت علي شلون؟ ما بحب انه اكل بس. اوكي، ربي يسعدكم، احبكم كثير. اذا عجبكم الفيديو احطوا لايك، اشتركوا على القناه، استنوا فيديو جديد وان شاء الله بشوفكم سنه جديده جايكم. طبعا اذا الله خلينا من مثل هيك فيديو باذن الله، اذا الله خلينا عايشين. احبكم كثير و سلام عليكم. بشوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه، هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى، نجاحه فعلي هي الحقيقة.